للوقوف على أوضاع التعليم في العراق ينضم إلينا الدكتور عبد الرزاق الدليمي أستاذ الإعلام في جامعة البتراء عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك دكتور عبد الرزاق. بداية، بالنظر إلى المنظومة التعليمية الجامعية في العراق أو حتى التعليم قبل الجامعي والسياسة التي تدار بها، إلى أي مدى دكتور استطاعت وزارة التعليم التعامل مع جائحة كورونا والممتدة منذ نحو سنة؟ على الاستضافة. ابتداء قبل ما نتحدث عن موضوع تأثير الجائحة على التعليم بالعراق، لابد أن أشير إلى يعني حادثتين مهمة ممكن أن ننطلق من خلالها في تقويم أو تقييم الوضع التعليمي في العراق. الكل يعرف رئيس وزراء بريطانيا أبان الحرب العالمية الثانية وينستون تشرشل، هذا الرجل الذي كان يدير وزارة متخصصة لإدارة الحرب في فترة الحرب العالمية الثانية. هذا الرجل عندما اقتربت أو تبانت أو تبين أنه الحرب في يعني مراحلها الأخيرة، اجتمع مع وزرائه المخضرمين المتخصصين وأراد أن يسمع منهم، من كل واحد، ما هي الهموم أو ما هي المشاكل أو التحديات التي تواجه هذه الوزارة. الحقيقة الكل طبعا تشكى وبين أنه أوضاعهم ليست كما يجب، لذلك قطع الطريق عليهم وسألهم سؤال محدد، قالهم كيف وضع التعليم في بريطانيا؟ فأجابوه جيد، ثم قال كيف وضع القضاء في بريطانيا؟ فقالوا جيد، فقال نحن إذن في وضع تمام، في وضع جيد. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية أيضا أشير إلى تجربة سنغافورة. سنغافورة كانت يعني جزيرة صغيرة متخصصة في موضوع يعني توزيع البضائع، من تجي يعني ميناء تأتي البضائع من مختلف أنحاء العالم ثم يتم توزيعها إلى بواخر أقل، وكان تعرف بمدينة الحشرات، يعني كثرة الحشرات في هذه المدينة. جاء رجل مصلح، شخص واحد، استطاع أن يحول هذه مدينة الذباب، مدينة الحشرات، إلى أفضل دولة الآن في العالم في مستوى التعليم، والآن التعليم في سنغافورة يضاهي أو يتقدم حتى على الدول المتقدمة في العالم. الفكرة أنه دائما أنت عندما تريد أن تقيم أي بلد في العالم فيجب أن تنظر إلى التعليم. فكيف ونحن الآن نعيش حقيقة في وضع مجري، وضع كارثي بالنسبة للتعليم منذ 2003 ولحد الآن. أنا أقول هنا أنه موضوع التعليم لا يرتبط فقط تراجعه بسبب جائحة كورونا، وإنما ترجع بسبب السياسات التي اتبعت منذ احتلال العراق وحتى هذه اللحظة وسيستمر. طبعا البلدان المتقدمة في العالم عادة ما تخطط لكل احتمالات بما فيها موضوع الكوارث والأزمات التي ربما قد تحدث في هذا البلد أو ذاك البلد، ولكن نحن في العراق أساسا لا يوجد تخطيط، لا يوجد تصورات مسبقة لمواجهة أي كارثة أو أزمة. ولذلك العراق يعني منذ 2003 ولحد الآن يعيش سلسلة من الأزمات في جميع نواحي الحياة، ولكن الأخطر في كل هذه النواحي هو ما يتعلق في التعليم. فالتعليم حقيقة تراجع إلى مستويات متدنية جدا. طبعا هذه التقارير دكتور، طبعا الكثير من التقارير حتى الدولية وأشارت إلى موضوع أنه التعليم في العراق هو يعاني من التدهور، وكذلك يعاني من سوء النوعية، يعني جودة التعليم يعني ليست بذات المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى موضوع تزوير الشهادات، وكل من هب ودب يحصل على شهادات ويقوم بوظيفته كتدريسي في الهيئات التدريسية أو في الجامعات وغيرها، بالتالي أثر على جودة التعليم. كل هذه التقارير طبعا كانت قبل جائحة كورونا، الآن أضافت الجائحة ربما ثقلا كبيرا على المنظومة أو على المتعلمين تحديدا. يعني كيف ترى يعني مخرجات المنظومة التعليمية يعني التي تفتقر لمقومات العملية التعليمية في هذه المرحلة الخطيرة؟ طبعا هو معروف
يعني بديهيا انه التعليم يقوم على ثلاث ركائز اساسيه: الاستاذ الجيد، البيئه التعليميه المناسبه، طبعا نقول بيئه بها نقصد بها القوانين والتعليمات، وايضا المكان الذي تتم به عمليه التدريس، والمناهج، ثم الطالب. الحقيقه هذه المرتكزات الاربعه الان غير متوفره في العراق. اولا انا فقط حتى يعني اكون فكره لدى يعني المشاهد لقناتكم الكريمه، احنا قبل الاحتلال يعني لا يسمح خصوصا بالتعليم العالي، لا يسمح لاي جهه ان تاخذ او تفتح كليه او جامعه اهليه. جميع الجامعات اللي هي 56 جامعه بالعراق كلها مرتبطه بالدوله وبتعليمات الدوله وتعليمات حازمه وصارمه. الحقيقه بعد الاحتلال الان اصبح التعليم يعني لكل من هب ودب، يعني الان مثلا التعليم المرتبط بالدوله مزري، وهناك تعليم اكثر يعني سوءا هو التعليم الخاص او التعليم الاهلي. ولذلك الان من السهوله جدا انه اي انسان يحصل على الشهاده، وانا طبعا اعرف بعض الكليات وبعض الجامعات حقيقه تخرج ناس وهم لم يروا الجامعه، لم يشاهدوا مكان الجامعه، ياخذون شهادات، وطبعا هاي الشهاده بعدين تاخذ وراها ماجستير ودكتوراه، ثم يعين في منصب وفي مركز حساس داخل بيئة التعليم الجامعي او المسؤوليات يعني في وزارة التعليم العالي او غيرها من هذه المسؤوليات الحساسة والمهمة. فهذه حقيقة هذه البيئة وهذه الظروف وغياب الضوابط وغياب التعليمات والقوانين الملزمة التي تفلتر عملية التعليم ومخرجات التعليم بحيث يكون لدينا خريجين بالمستوى المطلوب. يعني كثير من الناس مثلا ما يعرفون انه احنا لحد 2003 رغم ظروف الحصار كان لدينا تعليم متميز، كان لدينا تعليم مبني على اسس علميه، وهذا التعليم كان متقدم على كل دول الجوار في منطقه الشرق الاوسط. يعني كان عندنا بعض الجامعات تنافس ارقى الجامعات في العالم، كان لدينا مدارس تعليميه وثانويات ترقى الى مستوى التعليم في بريطانيا وفي امريكا وفي فرنسا. الان للاسف الشديد يعني طيب. الطلاب لا يجدون مكان، يعني تخيل الان دكتور 50% من الاطفال هم خارج التعليم، يعني 50% من عدد يعني بحدود اكثر من 2 مليون طفل خارج. نعم فقط يعني فيما يخص موضوع يعني قانون معادلة الشهادات الذي تم إقراره مؤخرا، طبعا منح قانون معادلة الشهادات هذا الجديد الذي قرره البرلمان عددا من الامتيازات للنواب وكذلك بقية المسؤولين الحكوميين، إلى أين تسير الأمور؟ هو البلد كله خرب يعني، وقلت لك عندما يعني نتحدث في موضوع تدمير اي بلد فعليك ان تدمر التعليم، واذا تريد تبني اي بلد بالعالم فعليك ان تبدا بالتعليم. لذلك موضوع منح الشهادات للنواب والمسؤولين، الحقيقه هذه ظاهره يعني ليست فقط ظاهره فاسده وانما ظاهره كارثيه ستترك بصماتها واثار على مستقبل العراق لعشرات السنين. يعني تخيل الناس لا يفقهون في الحياة شيء، لا يفقهون في العلم شيء، ثم يحصلون على شهادات وامتيازات. يعني احنا بالعراق قبل كنا صارمين، يعني الدولة العراقية صارمة في موضوع منح الشهادات وتعادل الشهادات. يعني هناك كانت جهة متخصصة في وزارة التعليم العالي هي أعلى جهة، لا تستطيع أي جهة أخرى أن تدخل على الخط وتتدخل في عمل هذه اللجنة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق الدليمي أستاذ الإعلام في جامعة البتراء، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.